نفس حال باقي اللغات البرمجية الأخرى، لو كان عندنا أي لوب ممكن نسوي له بريك. طيب هسا اللوب الأول اللي عندي يتبع الأرقام من 1 إلى 20، راح أسوي بريك لما يكون مثلا ال i equal 9، ممكن أجي أقول له بريك run. إذا طبع لي من 1 لـ 8، ولما نوصل رقم 9 سوى بريك وأنهى اللوب. هذا البريك ستيتمنت لما يكون عندي فور لوب، لكن ماذا لو كان اللوب مالتي نستد؟ خلينا نشوف الأوتبوت مال هذا اللوب قبل ما نسوي بريك. بهذا الشكل سلاش تي على مود ترتب، سلاش تي عفوا على مود ترتب التابات بين الأرقام، وكل ما نكمل لوب حلقة من اللوب راح ننزل سطر بهذا الشكل. طيب شنو اللي راح يصير لو كتبت هنا بريك؟ يا لوب راح توقف أو قبلها، أكيد البريك هذا راح تكون مشروطة بشرط معين، لنقول إذا ال i تساوي لنا 2 بريك. طيب احنا نعرف البريك راح تنهي اللوب، بس يا لوب من هذه اللوبات راح تنهي هذه اللوب لو هذه اللوب؟ في حال انهت اللوب الاول او الداخلي راح يتخطى فقط رقم 2 وراح يكمل من رقم 3 و4 و5، اما في حال انهت اللوب الخارجي فراح ينتهي كله وما راح يكمل. طيب قبل ما نشوف شنو اللي راح يصير، عندنا احنا فشي اسمه ليبل للوب، راح اسمي هذا لوب 1 واخلي بعده علامة ات. هذا معناه هذه الفور لوب الخارجية صار عندها اسم، اسمها لوب 1، اي شيء ممكن نسميها، وهذه حسميها لوب 2، اهم شيء تخلي علامة ات، راح تتميز بلون مختلف. هذه اللوب 2 اسم الفور الداخلية، هسه انا اقول له بريك، بعدها اقول له الات واقول له اسم اللوب اللي اريد اوقفها. خلينا نشوف لوب 2، راح اسوي رن. لاحظوا وياي من كانت قيمة i تساوي 2، بهذه الحالة سوى بريك الهاي لوب، يعني ما كرر هاي الخطوات 10 مرات، ما طبع كأنما هو ضرب الاثنين، تخطاها سوى بريك. بس لما سوى بريك لهذه اللوب اللي اسمها لوب 2، فبعدها لما صارت قيمة i 3، طب هنا أنا ما عندي انا البريك ما تشتغل، ما يتحقق الشرط، اللي راح يسوي راح يكمل بعدها. اما لو قلت له سوي لي بريك للوب 1 واسوي رن، طبعا التسمية اي شيء تسميها مو الا لوب 1، خلينا نسميها AAA، وهنا AAA doesn't make sense but no problem. اوكي لاحظ طبع لي من 1 لـ 10، لما انا اتحقق الشرط قلت له بريك للوب 1 او ال AAA هذا اللوب اللي انا سميته باي اسم اريده، توقف هذا اللوب نهائيا، انهاء، وبعد ما راح ينفذ اللي بداخله. اذا هذا البريك بلغه كاتلن. خلينا نرجع للزمن شوي لورا ونشيل هاي الليبلات ونسوي run. ايش راح يصير اذا انا ما محدد ليبل؟ اللي راح يصير البريك راح يصير الاقرب لوب الها، فاقرب لوب الها هو هذا الداخل، يعني يا هي اللي بداخله هي مباشره راح توقفه، وهكذا يعني كانما اللوب 2. اذا هذا فيديو عن البريك ويا اللوب، لهنا ينتهي هذا الفيديو. شكرا للمشاهدة، نشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله.